في الجوار لم يصمد قرار الحكومة برفع ضريبة الدخل سوى أيام، تلتها استقالة ومراجعة للقرار. كان الشعب حاضرا للتعبير عن إرادته، تلك الاستجابة التي استعصت علينا دهرا كنا نغط فيه نائمين في متاهة التخندق الطائفي. أما آن الأوان لصحوة تنتفض ضد مهزلة شح الكهرباء؟ أما آن الأوان لصحوة تنتفض ضد صمت الإذعان وسوء التدبر لقطع الأنهار؟ أما آن الأوان لصحوة تنتفض ضد فضيحة سرقة الأصوات؟ لا بأس بمضاعفة ضريبة الدخل إزاء ما دفعناه وندفعه لضريبة العمر. ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم. أهلا بكم. التركمان بين فرقة الأحزاب ووحدة المصير. أرجاء لالش تستعيد عافيتها، غادرها الخطر ولم يغادرها الحذر. النزاع السياسي وعدم الاستقرار كانت نتائجهما أشد على المجاميع العرقية والدينية الصغيرة في العراق، فقد تعرض المواطنون العراقيون من تلك الأقليات إلى انتهاكات واسعة لحقوقهم تمثلت بأشكال مختلفة من العنف والاعتداء على المنازل والممتلكات وأماكن العبادة الخاصة بهم، وصلت أحيانا حد ارتكاب جرائم تطهير عرقي وحتى إبادة جماعية. في حلقة سابقة تعرفنا على آراء وهواجس المسيحيين والمندائيين، اليوم سنتعرف على واقع وتحديات التي يواجهها التركمان والأيزيديين. التركمان بين فرقة الأحزاب ووحدة المصير. ثالث الجماعات العرقية الرئيسة في العراق، غالبيتهم العظمى من المسلمين، استقروا في العراق منذ أكثر من 1000 عام، ينتشرون في الموصل وأربيل وكركوك وديالى وصلاح الدين وفي بعض أحياء بغداد. يشتكي التركمان اليوم من ضعف تمثيلهم البرلماني والحكومي، ويخشون من تشظي هويتهم بفعل انقسامهم بين المكونات المذهبية السياسية. أهلا بكم. ومع الحوار الأول بخصوص موضوع الأقليات، ومعنا في هذا اليوم الدكتور محمد عمر قزانشي الباحث والأكاديمي التركماني. أهلا ومرحبا بك. شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة، ورمضان كريم عليكم وعلى كل المشاهدين. شكرا جزيلا. احنا ارتئينا انه ما يعني ما نتحدث عن الاقليات بلسان ممثلي الاحزاب، وحتى لا يكون الحديث ذو وجوه يعني لها علاقه بالمصالح وباللعبه السياسيه، اريد فد حوار هادئ عن الاقليات. واليوم احنا موضوعنا او حتى عباره الاقليات انا بصراحه اتحرج من ذكرها، عن المجاميع العرقيه الموجوده بالعراق نعرف بها. ومثل ما قلنا بالمقدمه انه هناك كان بالحلقات السابقه عن المسيحيين وعن الصابئة، اليوم نريد نتطرق إلى موضوع التركمان والإيزيديين في الحوار الثاني. فبالبداية ردت من حضرتك يعني فد حديث عام في التعريف للناس عن واقع التركمان بالعراق، ولا بأس من خلفية تاريخية. نعم، طبعا حين نتحدث عن التركمان بطبيعة الحال نستطيع أن نقول ببساطة وببساطة شديدة أنه التركمان موجودين في كل مكان من العراق، يعني أخذ من بصرة إلى كربلاء إلى نجف إلى 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 آخره، لكن مثل ما تعرف أنه يتمركزون في أماكن معينة ومحددة من العراق. ونقدر نختصر بدون الإشارة إلى التسميات هذه الأماكن بأنها عبارة عن شريط ما بين القوميتين الرئيسيتين في العراق، وهي القومية الكردية والقومية العربية، يعني محصورين ما بين هاتين القوميتين، وبالتالي فهم موجودين من تلعفر على سبيل المثال إلى أربيل إلى أطون كوبري إلى كركوك
إلى تصخر ماتو ويمتد طبعا وجودهم إلى مندلي. التركمان تواجدوا في العراق حسب المؤرخين، يعني أكو أراء مختلفة في هذا الجانب، ولكن الرأي الأكثر اعتمادا في هذا المجال أنه دخلوا العراق في 54 هجرية مع عبيد الله بن زياد الذي أرسله أحد الخلفاء، أرسله أحد العباسيين خلفاء العباسيين إلى مناطق ما بين ما وراء النهرين لنشر الدين الإسلامي في تلك المناطق. فطبعا التقى بالطريق بقوميات مختلفة، ومن ضمن هذه القوميات كانت قومية تركية، فتحدثوا مع عبيد الله بن زياد لماذا جاءوا إلى هذه المنطقة، ماذا يريدون. فقالوا بأننا نريد أن ننشر الدين الإسلامي في هذه المناطق. فحدث حوار ما بين الأتراك القومية التركمانية أو الأتراك الموجودين في تلك المناطق ومع عبد الله بن زياد، فشرح لهم مبادئ الدين الإسلامي، من أنه من المبادئ الدين الإسلامي المساواة والعدل وإلى آخره. فدخلوا الإسلام، فدخلوا الإسلام طواعية دون الدخول في الحرب. يعني نستطيع أن نقول بأن القومية التركية هي القومية الوحيدة التي لم تدخل إلى الإسلام بقوة السلاح، وإنما دخلوا الإسلام طواعية. فهؤلاء الذين دخلوا الإسلام من الأتراك سموا لاحقا بالتركمان، ويقال أنه كلمة تركمان يعني جاءت من كلمة ترك زائدا الإيمان، فتم الدمج بين الكلمتين. بمرور الزمن أصبحت كلمة تركمان. عندما عاد عبيد الله بن زياد إلى بغداد مرة أخرى، طبعا أتى معه، طبعا هؤلاء الذين أسلموا من الأتراك في تلك المناطق انضموا إلى الجيش الإسلامي وقاتلوا إلى جانب الجيش الإسلامي، فأبدوا نوع من البسالة، نوع من القوة، نوع من المهارة في استخدام الأسلحة. فعبيد الله بن زياد عندما رجع إلى بغداد أتى معه بألف مقاتل من هؤلاء وأدخلهم. كانت بداية، هذا بداية كانت دخول قصة وجود وجود التركمان في الأتراك في، وبعد ذلك طبعا صارت موجات عديدة مثلا في زمن. لكن نوصل إلى وضعنا الحالي، هل من إحصائية وإن كان غير رسمية بالتأكيد؟ بصراحة ليست لدينا إحصائية دقيقة، لأنه الحكومات السابقة التي أجرت إحصائيات في العراق، إحصائيات متعددة، حاولت إخفاء نسب القوميات وعدد القوميات وأماكن تواجدهم بكثرة، لكن التقديرات الأولية تشير إلى أن عدد سكان التركمان في العراق في حدود 3 إلى 3.5 مليون. يعني لكن التركمان معروفين يمكن يعني مثل الكرد وأكثر بموضوع التصاهر، فماكو أي مشكلة بالتصاهر مع العرب، فلهذا يعني أصبح صعب جدا أنه نعم أنا متميز. قلت لك أنهم ساكنين في شريط يفصل بين المناطق العربية والمناطق الكردية، وبالتالي هم في حالة ضغط من الطرفين، وهنا أقصد بالضغط الضغط الاجتماعي بطبيعة الحال وليس الضغط السياسي. وبطبيعة الحال لهم علاقات طيبة مع الأكراد وكذلك علاقات طيبة من العرب، فصارت عمليات السهر اعتيادي وعمليات الزواج، وما زالت هذه العملية مستمرة، ليست يعني من الحرج للتركمان أن يتزوج أبرز عربيا. أبرز التهديدات الاجتماعية على وجود التركمان، هل تعتقد بوجود نوع من التهديد الاجتماعي على وجودهم بالعراق؟ والله هو التهديد الموجود على التركمان في الواقع تهديد جغرافي بالدرجة الأولى. الأماكن التي يسكنها التركمان يتميز بنوع من الاستراتيجية، وخاصة الثروات النفطية الموجودة مثلا في كركوك على سبيل المثال، أو الأراضي الزراعية الموجودة في المناطق التي يسكنها التركمان، فترى بأن جماعات معينة يطمحون في هذه الأراضي للحصول على تلك الثروات. يعني مثل ما قلت أنه صراع جغرافي أكثر مما هو صراع اجتماعي، يعني صراع المصالح ايضا. المصالح بالتاكيد يعني. طيب فيما يخص يعني اعتقد قبل ما كان بهاي الحده موضوع التمثيل السياسي عند التركمان، يعني مو فد شيء ملح جدا، وممكن كان يشوف التركمان يندمج ضمن اي حزب موجود بغض النظر عن هذا الحزب، يعني اساس الاحزاب ما كانت على اساس يعني قومي اغلبها. الان يعني بعد 2003 صار نوع من الاستفزاز لكل القوميات كل المكونات، وصار الكل يحاول يثبت وجوده، لكن التركمان يعني يمكن وقعوا ضحيه الاختلاف المذهبي ايضا، فلاحظ يعني تفرقهم.
أنا لا أعتقد بأن هذا الكلام صحيح 100%. يعني الاختلافات المذهبية موجودة. التركمان طبعا هذا تحدث سياسيا، أقصد الأحزاب يعني لا الممثلين. حتى على وأنا أيضا أقصد على مستوى التركمان. أنا أيضا أقصد على مستوى الأحزاب. يعني ليست هناك مثلا حزب تركماني إسلامي شيعي أو حزب تركماني إسلامي سني على سبيل المثال. لا أنا أقصد ممثليهم. نعم. يعني انصهروا مكونات يعني من المذهبين من السنة والشيعة. هذا الانصهار بصراحة لم يكن بسبب المذهب بقدر ما كان بسبب التوجه أو المبادئ التي يؤمن بها هؤلاء الذين مثلا انحازوا إلى مثلا. بس أنا أتحدث عن التركمان كمطالب كأمنيات يعني أشياء يريدون يحققوها أو بلا أو على أكثر هي مطالب تتعلق بالوجود وبإثبات الهوية. أقصد هذا ضعف كثير من موقفهم. أبدا أبدا. يعني لو تلاحظ مثلا الممثلين يعني موقفهم قوي التركمان. أي أستطيع أن أقول بأن موقفهم قوي. يعني هاي الأحزاب اللي تشتكي. لا بماذا تشتكي الأحزاب؟ عما تشتكي الأحزاب. يعني ليست هناك يعني أي تضارب في وجهات النظر فيما يتعلق بالمصالح القومية التركمانية في العراق. يعني بغض النظر عن انتماء الشخص المذهبي ترى بأنه توجهاته أيضا قومية رغم أنه ينتمي إلى مذهب معين. مثلا مسألة كركوك على سبيل المثال، وأنت تتذكر مثلا موضوع الاستفتاء وكذلك موضوع إقالة المحافظ. كانوا كل السياسيين التركمان متكاتفين في هذا الموضوع وأدوا كلهم واجباتهم على أحسن ما يرام. ولم يشعر أحد بأن هذا ينتمي إلى جهة وهذا ينتمي إلى جهة أخرى. كلهم حملوا راية واحدة وهو الدفاع عن الحق. إذن أنت مطمئن لوحدة صف التركمان؟ أنا مطمئن جدا إلى وحدة الصف التركماني بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية. طيب هذا يعني هذا ما راح يترجم بتحقيق بعض المطالب؟ هل هناك بعض المطالب فيما يخص التمثيل مثلا؟ هل تشعرون بنوع من الغبن؟ من أي ناحية يعني؟ من ناحية التمثيل السياسي بالبرلمان، بالمناصب التنفيذية بالحكومة، مجالس المحافظات، يعني هاي الأشياء. هذه الأشياء طبعا ما لها علاقة يعني مع المذهب نهائيا. لا لا أقصد لما تقول هم موحدين. نعم. فإذا أنت يعني أنتم يعني قريبين من تحقيق هاي الأهداف يفترض. طبعا. فهي أهدافكم هي يعني هل هناك مظلمة أم لا فيما يخص المناصب؟ مظلمة من الناحية السياسية؟ أي. يعني إذا أخذنا مثلا عملية الانتخابات اللي حدثت بالفترة الأخيرة نستطيع أن نقول أنه وقعت المظلمة. المظلمة لم تقع على التركمان وحدهم ولا على فئة معينة من التركمان وإنما وقع على كل الشعب العراقي. فدافعوا التركمان عن هذه القضية. ومثل ما تعرف أنه صحات الاعتصام الموجودة في كركوك قد حققت الكثير من الأهداف في هذا الجانب. يعني خلى السياسيين العراقيين كافة بما فيهم التركمان بما فيهم العرب أن ينتبهوا إلى أن شيئا ما حدث وهذا شيء خطير على مستقبل العراق على الديمقراطية في العراق. فاستمروا في اعتصاماتهم وهذه الاعتصامات على ما أعتقد بأنها جابت نتيجة جيدة بدليل أنه جهات مختلفة تمتلك صلاحية تغيير نتائج الانتخابات. ليس تغيير نتائج الانتخابات كأرقام وإنما تغيير نتائج الانتخابات من خلال آليات معينة كان يكون الفرز اليدوي على سبيل المثال. مجلس الوزراء تدخل في هذا الموضوع. لولا استمرار المعتصمين في كركوك لخبت الأمر ولا انتهى الأمر ولم يستمر السياسيين في دعواتهم على إظهار ما يمكن إظهاره من الشوائب التي شابت العملية الانتخابية. بطبيعة الحال كل القوميات وكل الفئات يعني تطالب بأن يكون لها ممثلين بدرجة عالية في مجلس النواب وهذا حق طبيعي بطبيعة الحال. لكن ينبغي أن نشير هنا أن العملية الانتخابية من العمليات الديمقراطية ومطلوب من أي شخص ينوي أن يكون له ممثلين بأعداد كبيرة مثلا في مجلس النواب أن يذهب إلى صناديق الاقتراع وهذا هو الصحيح. لكن وجد بأن الذين يذهبون إلى صناديق الاقتراع غالبا ما يتم سرقة أصواتهم بأساليب وبطرق معروفة. طيب إذا افترضنا أنه ما تقول أنه فيما يخص الموقف التركماني موحد إذا القضايا الرئيسية الموجودة بالعراق فيما يخص التركمان يعني من أبرز القضايا موضوع كركوك. نعم. فما هي رؤيتكم لمستقبل هذه المدينة فيما يخص يعني التبعية الإدارية فيما يخص
موضوع أقليم بذاته أم أقليم يعني المشكلة اللي صارت بالاستفتاء وتداعياتها، يعني أنتم كيف تنظرون لمستقبل هذه المدينة؟ أولا أود أن أذكر لك منذ البداية منذ 2003 التركمان كانوا في مقدمة من نادوا بوحدة الأراضي العراقية، نعم، وبعدم تقسيم العراق بأي شكل من الأشكال. يعني تعرف بعد 2003 بعد ما دخلوا الأمريكان العراق كانت هناك مقترحات وآراء وأيضا لربما بعض الإشاعات من أن العراق سوف تقسم إلى ثلاثة أقسام، شمالية جنوبية وسط إلى آخره، لكن التركمان كانوا في مقدمة من نادوا بوحدة الأراضي العراقية. الآن المشكلة الموجودة في كركوك في الواقع مشكلة لا تهم التركمان وحدهم في حقيقة الأمر. إذا ما نظرنا إلى المشكلة بموضوعية وبتفاصيلها وبجذورها نجد بأنها هي مشكلة عراقية. لا يمكن لا نتوقع أنه يتم ضم كركوك إلى أي جهة بسبب جغرافية كركوك، بسبب الثروات الهائلة الموجودة في كركوك. لا يمكن كادت أن تضم، كادت أن تضم، لكن التركمان لا تنسى أنهم في مقدمة من وقفوا أمام هذه الحالة، لا أريد أن أسميها مؤامرة لأنها كانت معلمة وواضحة. كذلك الحال بالنسبة للوقت الحاضر بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية بإدخال الجيوش العراقية والقوات الأمنية العراقية إلى كركوك، لا أعتقد بأن الساعة ترجع إلى الوراء مرة ثانية. يعني سوف تستقر الأمور في كركوك على حالها على أقل تقدير، أو لربما يصار إلى بعض الحلول من ضمن الحلول التي أتوقعها على سبيل المثال جعل كركوك ولربما محافظة ثانية أو ثالثة أخرى أقليما مستقلا، أو لربما أقليم بطابع معين ليس أقليما ب... ما عندك أي هواجس خصوص استفتاء في كركوك؟ ليست لدي استنادا الى ديموغرافيه المدينه، هناك دعاوي تركمانيه كثيره بان انه يعني ديموغرافيه تغيرت. نعم، فهل هناك هواجس فيما لو حصل استفتاء بالمستقبل؟ ليست لدي هواجس ولكن بشروط. الشرط الاول يتمثل انه جميع الذين ادخلوا الى كركوك محافظه كركوك بعد 2003 يجب عدم إدخالهم في الإحصاء الذي سوف يجري مستقبلا إلى هذه المدينة، لأنه هؤلاء نعم في حدود 50,000 واحد، 30-40 50-60,000 واحد لهم الحق في أن يدخلوا يرجعوا إلى كركوك لأنهم قد غودروا كركوك يعني لأسباب. إذا من أبناء المدينة فكيف يعني ما يدخلون بالاستفتاء؟ لا أنا أقول لك 50 واحد 60 واحد 60,000 واحد 50,000 واحد لهم الحق في أن يكونوا، يعني لأنه أصلا هم من كركوك، يعني ذهبوا إلى خارج كركوك لربما إلى خارج العراق لفترة معينة ومن ثم عادوا إلى العراق ودخلوا إلى مدينتهم مدينة كركوك، لا بأس في هذا. لكن هناك الكثير من الذين تم إغراؤهم بالدخول إلى كركوك. إغراء مادي أعدادهم؟ أنا شخصيا ليست لدي إحصائية لكن عددهم لا يقل عن نصف مليون. نصف مليون؟ نصف مليون. ما هو هذا اللي قصدي حتى الآن فيما يخص مجلس المحافظة، فيما يخص نواب المحافظة، نعم، نواب كركوك، دائما راح تكون القرارات مو بصالحكم فيما يخص يعني موضوع يعني وجود المكونات الأخرى، وبالذات أكبر تهديد لكل التركمان اللي هو يعني بسبب التشاحن مع الكرد. يعني هنا أنا أود أن أقول أنه التركمان لا يريدون كركوك لأنفسهم فقط، يعني هناك قوميات أخرى أيضا تعيش في كركوك وكذلك الحال بالمناطق التركمانية الأخرى، فإذا عملية لابد من النظر إليها بهذه الشمولية وليس بجزئية بسيطة أنه التركمان يريدون يأخذون كذا وكذا إلى آخره. بس مواقف العرب أيضا هي يمكن تحكمها الاتفاقات السياسية جزء. طبعا يعني قصدي يعني أنت تتحدث عن العراق، إحنا هذا يعني للأسف هذا كان الماضي يتحدث باسم العراق، نعم، ككل. الآن الكل يتحدث بمكونه، نعم، فلما تقول له هي كركوك للكل فما هي الكل أنت ما تضمن يجوز أكو اتفاقات سياسية تصير وأنتم تكونون الخاسر الأكبر، يعني قصدي هذا ما يكون هو مأمون الجانب دائما.
بس احنا طبعا ما نترك العمليه بهذه السهوله، يعني ما نترك العمليه انه تكون هناك مؤامرات على التركمان بهذا الشكل. طيب خلينا جهات معينه تتفق. نعم. وبالتالي تكون اذا خرجنا من كركوك وروح تل افر. نعم. المدينه وضعها الحالي او مستقبلها اكو قلق بشانه؟ اتصور انه اكو جهات معينه يعني ابدت استعدادها في اعاده بناء تل افر ويرجع اهالي تل افر، واعتقد ان اهل تل افر طبعا ناوين جميعا بالعوده الى مدينتهم وبناء هذه المدينه والعيش المشترك في المدينه التي جمعتهم. ماكو مشاكل طائفيه؟ هو اكو مشاكل طائفيه، لكن عروق المشاكل الطائفيه او جذور هذه المشاكل ليست سياسيه بقدر ما هي قبائليه حقيقه الامر. يعني ليست هناك طبعا كلهم تركمان كما تعرف وبهم انا اقصد هم كتركمان مختلفين مذهبيا. اهون يعني حل المشاكل بينهم ما يكونون يعني مما الحال عند العرب؟ يعني اقصد اكو فد شعور مشترك بضروره المحافظه على القوميه، ولها السبب البعض يتغاضى عن خلافات المذهبيه؟ اعتقد بان الشعور القومي يطغي الان سواء كان في تل افر او غير تل افر على الشعور القبليه، على الشعور العشائريه، على الشعور هذا الفضل للكرد. ها؟ إيه طبعا كل ما يكون العدو امامك قويا فلا بد ان تكون قويا يعني. بس الكرد عدو. الكرد عدو؟ لا ابدا ابدا، يعني احنا طبعا ما نقصد كل الاكراد، لكن ينبغي ان يعني نتذكر مواقف الاكراد تجاه التركمان. يعني اي محلل سياسي، اي انسان عاقل عندما ياتي ليحلل مواقف الاكراد تجاه التركمان لابد وانه يضع هذه المواقف في خانه العداوه، يعني بدءا من مجزره كركوك على سبيل الاستئثار، يعني بالارض ومحاوله الاستئثار على موارده. يعني هو الخلاف هو خلاف يعني مو اليوم البارحه، هم تاريخي. لا طبعا خلاف تاريخي. طيب ما اللي جنيته من الاخ الاكبر من تركيا؟ اللي جنينا من تركيا ليس قليلا وليس كثيرا في نفس الوقت. ما جنينا من تركيا هو الدعم المعنوي للتركمان في العراق. المعنوي؟ المعنوي. على سبيل المثال تحدثت قبل قليل عن وجود بعض الخلافات على المستوى الطائفي بين التركمان. هذه المشكلة في الواقع تم حلها في تركيا. إضافة إلى ذلك أنه عندما تنظر تركيا إلى التركمان في العراق لا تنظر على أنهم قومية، يعني يجب أن تكون لهم خصوصية مختلفة عن بقية المكونات العراقية، بقدر ما يريد للتركمان كما للشعب العراقي الآخرين يعني المكونات الأخرى حياة كريمة، حقوق قومية، حقوق معيشة اعتيادية، لا أكثر من هذا ولا أقل. بس التركمان دائما يعني هناك علامة استفهام حول علاقتهم بالأتراك، هناك دائما اتهامات لقادة الأحزاب بنوع من التبعية للأتراك. نعم. يعني ينبغي أن نتذكر من أننا تركمان، من أن جذور الأتراك يعني العايشين في تركيا أو في غير تركيا حتى الدول الناطقة بالتركية جذور واحدة. يعني أنت عربي على سبيل المثال من حقك أن تقيم علاقة مع أي عربي في أي جزء من الوطن العربي، وخاصة على المستوى الثقافي طالما هناك تاريخ مشترك، ثقافة مشتركة، تراث مشترك، فإذا من حقك أن تقيم لغة مشتركة بطبيعة الحال، فمن حقك أن تقيم علاقة مع أي عربي في أي جزء من الوطن العربي. كذلك الحال كمجتمع لنا الحق في أن نقيم علاقة مع المجتمع التركي. وبطبيعة الحال الآن أصبحت المجتمعات والحكومات خاصة في الدول الديمقراطية مفردة واحدة، يعني ليست هناك مجتمع، ليس هناك مجتمع وليس هناك حكومة الآن أصبح في الدول الديمقراطية. تركيا من الدول الديمقراطية، عندما تذهب إلى تركيا على سبيل المثال لتشارك في مؤتمر فأنت لا تذهب لتشارك مؤتمر هذا المؤتمر يقيمها شخص معين. من الذي يقوم بإقامة هذا المؤتمر؟ بطبيعة الحال مؤسسة، وهذه المؤسسة تابعة لمن؟ للحكومة التركية. فأنت هنا لا تتعامل مع الحكومة التركية بشكل مباشر، لكن شئت أو أبيت تتعامل مع الحكومة التركية من خلال
المؤسسات والمنظمات المختلفة. وما أكثر ما ذهبنا إلى تركيا، يعني خلينا نقول على مستوى الأكاديميين، على مستوى الباحثين، على مستوى. هذا عن الجانب الإيجابي، ماذا عن الجانب السلبي من الأتراك؟ يعني ماذا؟ أنت قلت ليس كثيرا يعني الدعم. إحنا طبعا نطمح، لأننا ننتمي إلى قومية واحدة، كنا نطمح وما زلنا نطمح طبعا أن يكون دعم الأتراك أكثر بكثير من هذا. يعني عندما يتدخلون في موضوع معين يخص التركمان، يتدخلون في هذا الموضوع في وقت متأخر جدا وليس في وقت. أنا مرة أحد أساتذة التركمان قال لي إحنا الأتراك يستخدمونه لابتزاز الحكومة العراقية أبدا، للحصول على مكاسب، يعني للدلالة على أنه لم يجني شيئا من الأتراك. لا أبدا، احنا بالعكس، الحكومة التركية تتخذنا جسرا لإقامة علاقات طيبة مع الحكومة العراقية، وكلما حدثت مشاكل معينة محددة على سبيل المثال ترى بأنهم يستعينون بالتركمان لكيفية حل هذه المشكلة، الجهات التي يمكن اتصال بهم لتخفيف حدة هذه التوترات إذا كانت هناك توترات معينة. فإذا هم وكذلك نحن نتمنى أن نكون جسرا يعني طيبا ما بين الحكومة العراقية وبين الحكومة التركية. أنت مطمئن إذن لوجود التركمان في كركوك ولوجودهم بالعراق أيضا؟ إن شاء الله. ويجوز بالمستقبل هم ماكو داعي لأحزاب تركمانية؟ لا، أحزاب تركمانية هذه مسألة أحزاب وطنية لا نحن أبدا لا تتوقع أن تنضم كل العرب في يوم من الأيام، أن ينضم كل العرب في يوم من الأيام تحت حزب واحد، وكذلك الحل بالنسبة الأحزاب الأساس القومي راح تبقي هاجس القومي، ليش ما يكون هاجس المواطنة هو بالمقدمة؟ هو هاجس المواطنة في المقدمة بالنسبة للتركمان على مدى التاريخ. يعني لربما أستطيع أن أقول لك بأن التركمان كانوا أكثر إخلاصا، وأنا مسؤول عن هذا الكلام طوال التاريخ العراقي من أي مكون من المكونات الأخرى. يعني أنت على سبيل المثال هل تستطيع أن تستشهد لي مثلا بشخصية تركمانية أعدم بسبب خيانته للوطن؟ لم نسمع في يوم من الأيام عن هذا الأمر. فإذا التركمان كانوا مخلصين، ولعل الصفة المميزة للتركمان في العراق أنهم مخلصين، مخلصين لله، مخلصين لأنفسهم، مخلصين للوطن، وهم أكثر طلبا من أن يكون الآخرون وطنيين بقدر ما هم أناس وطنيون. أتمنى دائما للتركمان يكون عاصمين لوحدة العراق وحافظين لها. أتمنى لك توفيق الدكتور إن شاء الله. شكرا جزيلا ثانية على الاستضافة، بارك الله بك. شكرا لحضرتك. أرجاء لالش تستعيد عافيتها، غادرها الخطر ولم يغادرها الحرق. الأيزيديون طائفة دينية أغلبها في العراق وسوريا، يعيشون قرب الموصل وقرب جبل سنجار. يقدر عددهم في العالم ب 500,000، هاجر نحو 70,000 منهم إلى أوروبا هربا من الاضطهاد إثر سلسلة عمليات إبادة عبر التاريخ، كان آخرها ما تعرضوا له على يد داعش، إذ نزح معظم الأيزيديين من مناطقهم بعد قتل واختطاف المئات منهم وتدمير العديد من معابدهم. يعاني الأيزيديون من سوء الفهم لمعتقداتهم وعدم الإنصاف لتمثيلهم السياسي والحكومي. أهلا بكم من جديد في هذا الحوار الثاني اللي نتابع به موضوع الأقليات. حوارنا التالي سيكون عن موضوع الأيزيديين بالعراق وتمثيلهم والخطر اللي قد يتعرض له وجودهم. في هذا الحوار سنلتقي مع الأستاذ خليل جندي، الكاتب والباحث الأيزيدي. أهلا ومرحبا بك. شكرا جزيلا، رمضان كريم عليكم. شكرا جزيلا، رحب بك. أريد استغل هاي الفرصة نعرف الناس بأشياء عامة عن الأيزيديين،
يعني أعدادهم، مناطق تواجدهم، وبالذات الديانة اللي تعتبر هي غامضة لدى كثير من المشاهدين. الحقيقة الديانة اليزيدية ليست غامضة، ولكن أقصد بعض التفاصيل يعني أو جزء أفكار يعني تكون يعني ربما تكون مغلوطة. نعم، الديانة اليزيدية ليست ما كانت غامضة، ولكن اللي كتبوا عليها يعني جعلوا الديانة غامضة وظلموها. على كل حال، الديانة اليزيدية من الديانات الشرق الأوسطية وديانات الرافدينية القديمة، يعني جذورها تمتد إلى آلاف السنين وفيها انعكاسات حضارات القديمة مثل الحضارة السومرية والحضارة البابلية، وهي ديانة توحيدية تؤمن بالله الواحد الأوحد عكس ما روج عنها. وكلمة خدي في اللغة الكردية بمعنى الذي خلق نفسه بنفسه، يعني هذا يدل هي من الكردية بالكردي. نعم، يعني هم يعني الله بيانا خدي الذي خلق نفسه بنفسه، وهذه الدلالة الأولى لتوحيد وحدانية الديانة اليزيدية. طبعا الديانة اليزيدية عكس ما روج أيضا عنها ديانة لا تؤمن بالعصيان، أو ليس لديها مفهوم العصيان في الديانة اليزيدية بأنهم يعبدون إله الشر أو الشيطان أو إلى آخره. هذا يعني الكتاب أيضا شوهوا هذا ربما لأنها منغلقة. منغلقة نعم، فلهالسبب يعني الغموض مرات يخلق شوية نوع من الخيال. بالتأكيد يعني بالتأكيد، ولكن اليزيدية أنا دائما أعتبرهم ضحايا الجغرافيا والتاريخ. ضحايا الجغرافيا بشكل مختصر، خاصة التواجد اليزيدي في العراق يمتد من أعلى زاخو وإلى دهوك إلى منطقة سنجار، ونوصل إلى قضاء الكيف وشيخان، وتنزل إلى بعشيق وبعزاني. هذا الشريط الحدودي اللي يفصل بين المناطق سكن العرب في الجنوب وفي الشمال يعني الأكراد. فدائما النزاعات، وخاصة بعد تأسيس الدولة العراقية في سنة 1921، يعني كان هناك نزاعات بين ما تعتقد أنه تعاليم الديانة نفسها هم كانت يعني هي السبب أيضا أنه أضعاف لليزيديين، أنه اللي يخرج عن هذه الديانة ما يحق له أن يرجع لها، مو صحيح؟ لا يقبل المصاهرة من غير اليزيديين، هذا راح يكون بمرور الزمن الأعداد تتقلص. نعم، هذه يعني مسألة أخرى باعتقاد الديانة. لماذا تسمى ديانة؟ لأن لها خصوصية، وإلا كان هنالك ديانة واحدة لكل العالم. الديانة اليزيدية من يعني دائما يعني أعرفها بديانات الخصب الأولى، يعني ديانات هي ديانة موحدة. موحدة قلت لك، يعني تؤمن بالله الأوحد خدي الذي خلق نفسه بنفسه. هي حصلت على اعتراف من المسلمين بتوحيدها؟ المسلمين يعني كان هناك تصريح لشيخ الأزهر، نذكر لما صار الحديث عن موضوع الإبادة وموضوع التهجير اللي صار، فكان هناك بيان لشيخ الأزهر بأنه لا يجوز الاعتداء أو تهجير اليزيديين، وهذا يعتبر عمل منافي للإسلام، فهذا ما يعتبر فد اعتراف ضمني. هذا عندما يعني التقت ويا نادية مراد في ذلك الوقت بعد الإبادة اللي حدثت على اليزيدية، يعني حركت الأجواء في دائرة يعني شيوخ الإسلام إلى يعني آخره، تكون لديهم فكرة أخرى عن الديانة اليزيدية عكس الفكرة اللي كانوا يعني كانوا يعرفوا عن اليزيدية. موني اليوم أريد أعرف أنه لا زال هناك هذا القطيعة مع رجال الدين المسلمين، هل هناك نوع من عدم الارتياح يعني اتجاهكم؟ إذا كانت يعني نريد نتحدث في صراحة يعني نشوف يعني أحد يعني خلينا نقول ما أقول حسنة، ولكن الشغلات الإيجابية لداعش اللي دمر طبعا كل المنطقة العراق والوطن العربي وشوى شمعة الإسلام وإلى آخره، إذا كان له يعني كل هذه الجرائم، ولكن الإيجابية بأنها حركت الأجواء. يعني ما أصاب اليزيدية من إبادة ومن سب النساء في منطقة سنجار في 3/8/2014، يعني القضية اليزيدية خرجت من نطاقها المغلق
والعراقي أو يعني الضيق إلى النطاق الأقليمي وإلى النطاق العالمي. نعرفه بالعالم. بالعالم كلها بأن هنالك ديانة أبيدت يعني أو أراد البعض باسم الدواعش أن يبيدون هذه الديانة. وصار هناك لقاءات يعني مع خارج العراق وداخل العراق مع المراجع الدينية، مع سواء كان السنية أو الشيعية للتعريف بها. وتبين لهذه الأطراف الدينية وغير الدينية أيضا بأنه بالفعل الديانة اليزيدية غير الصورة النمطية المأخوذة عنهم، بأنه ديانة بالفعل ديانة توحيدية، ديانة مسالمة، ديانة غير تبشيرية، وديانة مرتبطة بجذورها العراقية. يعني طيب إذا سألت سؤال آخر يتعلق بالقومية، هل الأيزيديين يعني قوميتهم؟ إذا تسألي على القومية، الديانة اليزيدية ديانة مغلقة، ديانة غير تبشيرية، وديانة التبشيرية دائما تكون محصورة في مجموعات صغيرة جدا. نعم. والخصوصية اليزيدية بأنه يعني تختلف عن الديانة الإسلامية والديانة المسيحية مع وجود مشاركات بين الديانة اليزيدية والديانات الأخرى، ولكن هذه الخصوصية يعني تقلق لها يعني حساسيات أمام يعني لا بس لأنه ديانة غير تبشيرية لا تتزاوج مع يعني خارج الديانة اليزيدية. بس أسألك مثلا اللي قبل 2003 إيش كان يكتب بهوية الأحوال المدنية؟ ديانة فقط في حقل القومية، الديانة يزيدية القومية ما يكتبون القومية، يعني قصدي ما ينكتب لا يكتبون القومية. إذا بس الديانة. طيب. ولكن يعني أزيدك معلومات بأنه 80 أو 95 من نصوص الديانة اليزيدية وأدبهم الديني مكتوب باللغة الكردية. ويتحدثون باللغة الكرمانجية. لكنهم ليسوا الشمالية. أكراد. هذه بحث آخر يعني يحتاج إلى بحث وتحقيق. هذا موضوع هو خلاف بين اليزيديين أنفسهم. حسا الآن يعني أشرح لك هذا المسألة. بعد السقوط 2003 ظهرت هنالك هذه الفكرة القومية، هل أنت من يعني لأن صراعات قومية صارت في المنطقة، ف يعني الآن الصراعات الموجودة أو الأفكار الموجودة أربعة داخل اليزيدية. التيار الأول اللي يقول يعني بالقومية الكردية، وهذا التيار باعتقادي وهذا التيار مو هالأقوى، هذا التيار ظهر باعتقادي يعني حسب تحليلي الشخصي بعد 1961 عندما بدأت الثورة الكردية. قسم من اليزيديين التحقوا بالثورة الكردية في ذلك الوقت، ف يعني وبعض يعني التحق بالحزب الديمقراطي الكردي. بقت اللغة اليزيدية؟ اللغة باقية، اللغة الكردية باقية، فخلق هذا الشعور يعني التيار القومي الكردي وبرز بعد السقوط بشكل يعني أكبر. أكثر. صح. التيار الثاني لزمن البعث اللي تبنى بعض يعني من بيت الأمراء بأنهم هم عرب وفتحوا لهم مكتب في بغداد في سنة 1973 أعتقد تعرفها. هذا كان يعني تيار محصور وقليل جدا. طيب. يعني هذا يعني نفر قليل مع بعض رؤساء العشائر. نعم. التيار الثالث اللي بدأ بعد السقوط تكون حزب الإصلاح والتقدم اليزيدي ودخل ودخل إلى البرلمان وقال نحن قومية يزيدية اللي هو كمامو أو أمين تشيتشو حزب التقدم. يعني هذا يعني اللي مرشحهم يعني مامو كان بالوزارة؟ لا هذا في زمن علاوي؟ نعم هذا هذا ما له علاقة. التيار الرابع وهو الأقوى والأكبر والأوسع التيار الذي يقول نحن يزيديين، يعني تيار يزيد الخصوصية اليزيدية قومية يزيدية مو قومية، يقول فقط نحن يزيديين. هذا أغلبية رجال الدين العامة الناس يقولون بهذا التيار.
يعني ليس لديهم الحماس نحو القومية العربية الكردية أو أي قومية أخرى. بس هذا أيضا أقصد هذا هم ساعد على تشظيكم أيضا لما صار عندكم أربع تيارات. خلينا نقول أكو تيار رئيسية تيار لأن الأربعة تحولت إلى اثنين يمكن الآن اللي هو تيار يذهب مع الكرد وتيار اليزيدي صحيح؟ يعني التيار اللي يقول عرب هذا ضعف والتيار الاخر اللي اشرت له بحزب الاصلاح والتقدم ايضا ما اعرف اذا هو قلت لك يعني يقول هم يعتبرون القوميه اليزيديه والديانة اليزيديه واحده. اذا انت تراجع التاريخ خاصه الاقليات القوميه المضطهده بسبب الاضطهاد وبسبب الانعزال يعني في كثير من الاحيان القوميه والدين يختلطون يصيرون مفهوم واحد خصوصا هي ديانة مغلقة مثل ما حدث بالنسبة اليهود التصاهر فقط يكون من نفس المجموعة السكانية بالضبط مثل ما حدث بالنسبة اليهود الآن اليهود قومية ودين صاروا قومية ودين صح. فاليزيدية هسه يتجه بهذا الاتجاه تقريبا يتجه بها يعني بأنه هو قومية وهما ديانة. طيب خلنا نطلع من موضوع الانثروبولوجي ونتحول إلى موضوع ما بعد داعش. هو كم كان عددهم الآن؟ هل لديك يعني بعض الإحصائيات تشير إلى أنه يعني أكثر من 70,000 يزيدي غادر العراق اللي بعد داعش؟ النازحين كانوا بحدود 400,000. الآن يمكن اليوم أكو خبر كان لعودة بعض اليزيديين إلى مناطقهم وسنجار يعني أيضا المنطقة لا زالت هي أكو في حالة تنازع مع الكرد مع حزب يعني مع البككة. نعم أكبر غدر في التاريخ في القرن 21 هو الإصابة اليزيدية حقيقة يعني في هذا القرن 21 أمام التكنولوجيا المتطورة أمام يعني كل شيء الثورة المعلوماتية وتجي مجاميع همجية وتقتل بدم بارد تسبي النساء بدم بارد وفي فترات الأولى سكتت عنها يعني كثير من يعني تعتقد الموضوع بتواطؤ؟ نعم يبدو وإلا يعني منطقة سنجار اللي يسكن بها 350 إلى 400,000 إنسان يترك بين ليلة وضحاها بين أنياب داعش هذه في عليها علامة استفهام أين يعني الآن واقعهم الآن كيف؟ إذا يعني أكو مقولة إذا أنت تريد تدمر مجتمع أنت تضرب العائلة أو المجتمع نفسه فاليزيدية وخاصة العمود الفقري لليزيدية منطقة سنجار ليسكن بها هذا العدد الكبير إضافة إلى منطقة الشيخان ودوك إلى آخره 170,000 ولكن هذه المنطقة حدود 400,000 الكل يعني صاروا نازحين مهاجرين الى الان التواجد يعني بسهل نينوى اكثر منطقه دهوك وزاقو ومناطق كردستان موجودين الاغلبيه. نعم اكثر من 7,000 صار يعني بين سبايا نساء واطفال مختطفين ومختطفات والى اخره. لحد الان مصير 3,000 من النساء مجهولات. أكثر من 300,000 نازحين موجود في المخيمات لم يرجعون إلى أماكنهم ما عدا يعني بضع آلاف المدينة إلى منطقة مدمرة يعني. إلى منطقة مدمرة خاصة جنوب الجبل مدمرة تماما ما زال الألغام موجودة فيها. شنو مستقبلها يعني مستقبل يعني المستقبل دائما نتكلم عنها اليزيديين فقدوا الثقة بما حولهم فقدوا الثقة بمن كان يحميهم فقدوا الثقة بجيرانهم فقدوا بكل شيء من دون عودة هذه الثقة إلى اليزيدية من الصعب الرجوع. فقط بين الضربة يعني الإبادة 3-8 إلى الآن إحصائيات حوالي 100 إلى 110 تركوا العراق 100,000 100 إلى 110 تركوا العراق إلى الدول الأوروبية وما زال القسم بالطريق في اليونان. يعني مصير اليزيديين بالعراق إلى زوال؟ خلينا نقول يتجمعون بس في منطقة دهوك وحيث المعبد إذا يعني أنا طبعا
التشاؤم لا لا في مشكل التشاؤم واقع نعم يعني نعم الواقع. نتكلم عن الواقع من دون عودة النازحين إلى منطقة سنجار وضع اليزيديين في خطر جدا. فدائما الآن احنا نلح بعودة النازحين قبل أي شيء. المنظمات إذا صحيح المنظمات العالمية التي تساعد اليزيدية والأطراف الداخلية إذا هم يعني جادين في الحفاظ على هذا المكون العراقي الأصيل وأطلب هذا من الحكومة العراقية أيضا أن يساعدوا في عودة النازحين إلى منطقة سنجار وتقديم الخدمات لهم. المسألة الأخرى قضية الأمنية بالنسبة لهم يعني فقدوا الثقة. هي سنجار مسيطر عليها؟ مسيطرة ولكن يعني مسيطر عليها من البكك؟ لا بكك يعني مجموعة صغيرة جدا. هم أعلنوا انسحبوا بس ما لا زالوا متواجدين. نعم صحيح؟ متواجدين بأعداد يعني جزء قليلة هذا. أقصد هذا اللي يقف عقبة أمام عودتهم من عدد دمار يعني. المطلوب من الحكومة العراقية تسليح اليزيديين ويقومون هم بحماية أنفسهم ولا يعني قضية العودة يعني صعبة جدا. هذا هو المطلب. تسليح اليزيديين. النقطة الأخرى باعتقادي قضية لأن اليزيدية صار قضية عالمية يعني عدة برلمانات بما في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكندا اعترفوا بالإبادة الجماعية اليزيديين. فباعتقادي طبعا سابقا كانوا يطلبون حماية دولية الآن حماية دولية يجوز من الصعب يعني تجي حماية دولية. نطالب أو اليزيديين يطالبون بإصدار قرار من الأمم المتحدة بحماية اليزيديين قرار. وهذا القرار إذا طلع من أمم المتحدة ومن مجلس الأمن تكون هناك ضمان لبقاء اليزيديين في العراق. سيتنافى مع سيادة العراق؟ لا بالاتفاق مع العراق. بالاتفاق مع العراق يعني ما يجيبون جيوشهم يحتلوا سنجار ولكن لحمايتهم وعدم الاعتداء وعدم تكرار الإبادة ضدهم مرة أخرى. لأن أكو اتفاقية استراتيجية بين الحكومة العراقية وأمريكا من ضمن هذه الاتفاقيات. واليزيديين والمسيحيين والكاكايين يعني الشباب كلهم مكونات عراقية أصيلة. وين أغلب تواجدهم الآن النازحين؟ النازحين أغلبهم في منطقة دهوك وزاخو مخيماتهم. نعم. وهذا ما يأثر على يعني على ولائهم السياسي؟ يستغلوها في كثير من الشغلات. استغلوا في الانتخابات. هذا قصدي يعني. انتخابات نينوى. في سنة 2000 انتخابات 2010 اليزيديين فازوا 6-7 مقاعد اليزيديين فقط في الموصل في بغداد وفي الموصل ايضا. وهذا كان باعتقادي جرس انذار الى الجهات الاخرى بان قوه اليزيديين اذا يعني صاروا قوه واحده يعني يكونون قوه مؤثره. فبعد ذلك في انتخابات 2014 وانتخابات الاخيره شتتوا اصواتهم. في انتخابات 2014 رشحوا أكثر من 70 إلى حدود 71 أعتقد حتى تشتت الأوساط اليزيديين ما جابوا غير صوتين أعتقد. في الانتخابات الحالية 21 يزيدي رشحوهم من قبل الأحزاب والكوتات اليزيدية 51 أيضا شتت الأحزاب. يعني خرج واحد من الكوتة اليزيدية واحد يعني من قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني وواحد من قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني. فالخطأ من يتحمله؟ الخطأ الأطراف الذي يعني يستغلون اليزيديين. ماذا أقصد لما تكون هناك أقلية ولما يكون هناك كوتة فيجب أن تكون آلية الترشيح لأشخاص يمثلون اليزيديين ما يمثلون الأحزاب اللي هذه مشكلة لأنه يعني هذا بالبرلمان راح يكون هو ولاء لذاك الحزب. صحيح يعني نفس مشكله المندائين قبل كم يوم ايضا نفس المشكله. يعني المندائين همين عندهم اليه انه يرشحون عن طريق يعني الاطار الديني خلينا نقول. هذا يعني انتقادنا المفروض ان تكون لليزيديه قياده حكيمه بان تراعي هذه المسائل.
المفروض كان من القيادة اليزيدية، وطبعا عندنا المتمثلة بالمجلس الروحاني اليزيدي اللي على رأسها الأمير، المفروض هو ويعني المجلس الروحاني كان يجلسون مع اليزيديين ويقولون أن نرشح فقط 10، من 10 7 كانوا يفوزون 100%، ولكن أصغر من أطراف أخرى ها، وكل واحد يعني رشح نفسه، طبعا هذا فتت الأصوات. مع العلم يعني ارتباطا بهذه المسألة، في سنة 2010 صار هناك شكوى قدمة إلى مجلس القضاء العراقي من قبل الدكتور ميرزا إذا ذكره، وحصل على موافقة قضاء الأعلى بأن عدد الكوتا اليزيدية يفترض، مو يفترض، يجب أن يكون 5، لأنه نسبتهم 500، كل 100 ألف واحد فخمسة. أكو قرار، أكو قرار من مجلس الأعلى، تشتتهم هو اللي، ولكن تشتتهم، ولكن استقلال من قبل الأحزاب شتت قواهم. إن شاء الله نتمنى لكم أنه تكون يعني عن توحد الكلمة بما فيه خير هذه الطائفة اللي نعتز بها كعراقيين، كإشارة لتنوعنا. شكرا جزيلا، رحب بك ونشكرك. مرحبا، نشكرك جدا على هذا الحضور وتشريفنا، ونتمنى نلتقيك في وقت لاحق. شكرا جزيلا، وشكرا لكم أعزائي لحسن متابعتكم، ألتقيكم في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.